مساء الخير. بيرجع الشوب من بكرة مع وصول هواء سخن من شبه الجزيرة العربية، الحرارة والرطوبة بيرتفعوا. قبل ما ترجع الحرارة لمعدلاتها يوم السبت، بس مثل هالفترة من السنة بتبقى الحرارة عالية مهما انخفضت. بكرة الهواء جنوبي غربي خفيف والرطوبة 65%. بالنهار بتعلى الحرارة خصوصا بالداخل لتسجل 32 ببيروت، 36 بزحلة و34 ببعلبك. بالليل بتنخفض الحرارة وبتسجل 18 بوطجوز، 14 بإهدن و27 درجة بالمينا. الشمس قوية بسما العاصمة، يعني جربوا ما تتعرضوا للظهر بلا حماية وكتروا من شرب المي. على الجبال في خطيطة بالليل نسبة التلوث مرتفعة والحرارة بين 18 و28 درجة. كيف بكمل طقسنا؟ بكرة الحرارة 32 درجة على الساحل، بس الرطوبة العالية بتخلينا نحس كأنها 39 درجة، وبالداخل الحرارة بتعلى أكثر. الجمعة الحرارة ما بتتغير على الساحل، بس بتوطى شوي بالداخل وبتتشكل خطيطة على المرتفعات. السبت والأحد بتنخفض الحرارة وبتتراوح بين 26 و30 درجة على الساحل، الرطوبة 70%، بتبقى الخطيطة كثيفة على الجبال وبيقوى الهواء أوقات. بالختام بتمنى لكم سهرة حلوة وتصبحوا على ألف خير.